يا صباح الخير والعافية أكيد على كل من يشاهد ويتابع قناة زاغرس الفضائية وبرنامجنا الصباحي نسمات زاغرس. صباح الخير على زملائي وزميلاتي من داخل الاستديو. أعزائي المشاهدين، فقرة صباحية جديدة ومثل ما عودناكم بفقراتنا نقدم لكم بها كل الأشياء الحلوة والمهمة. بفقرتنا لهذا اليوم راح نتحدث عن أنواع الأثاث المكتبي وأشكاله وأنواعه وطرق استيراده. اليوم الكثير من أصحاب الشركات يبحثون عن الجمالية والتميز في البحث عن ديكوراتهم، وللمزيد من التفاصيل خليكم ويانا. نعم أعزائي المشاهدين، مستمرين بفقرتنا لهذا اليوم اللي راح نتحدث فيها عن الأثاث المكتبي وأشكاله وأنواعه، وراح يوجد بالقرب مني أحد أصحاب بيع مكاتب الأثاث، فنقول له السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ إبراهيم شلون؟ أخ عزيز أهلا وسهلا مرحبا. أستاذ، اليوم نتحدث على أنواع الأثاث المكتبي وأشكاله وأنواعه وطرق استيراده، فحدثنا عليه. تمام يا الغالي، احنا بالنسبة إنك الأثاث مالنا أغلبيته يكون تركي، تركي المنشأ. الأثاث المكتب اللي يتواجد عندنا، عندنا به أكثر من نوع. بالنسبة أن الخشب يكون عندنا به الزان، عندنا به الMDF، عندنا به الصاج، وعندنا به يعني هواي أنواع من الأخشاب. دور القنفات أو الكراسي عندنا به الجلد الطبيعي، عندنا به الجلد الصناعي، عندنا به الصيني، عندنا به التركي، يعني كثرة المناشئ اللي تتواجد. مسألة الاستيرادة، احنا المنشأ التركي أكثر تعاملاتنا بالمنشأ التركي حسب طلب ورغبة الزبائن اللي متواجدة عندنا هنا، خاصة بتجهيز مثلا دوائر الدولة أو الشركات أو القطاع الخاص يفضلون المنشأ التركي بغض النظر عن المنشأ الصيني. يعني ما نستهين به احنا كمنتج، بس الأفضلية للمنتج التركي. مسألة الضمان، عندنا ضمان بخمس سنوات، ضمان صيانة موقعية. أغلبية الأمور الاستهلاكية اللي تكون متواجدة بالأثاث المكتبي يكون استبدال، يعني قطع الغيار اللي استهلاكية بالأثاث المكتبي هاي يكون عندنا استبدالها. أما مثلا أصاب ضرر عند الزبون مثلا بالأثاث المكتبي بقطعة قنفة أو كرسي أو بالمكتب، تكون عندنا صيانة موقعية، يطلعون شباب فنيين كادر فني مختص يطلع للموقع يسوي له صيانة موقعية بنفس المكان اللي متواجد بالأثاث المكتبي. قلت لك مسألة الضمان، ضماننا خمس سنوات مفتوح، يشمل عندنا نقل وتنصيب داخل بغداد، نقل وتنصيب داخل بغداد يكون مجاني، وعندنا تعاملات خارجية خارج المحافظات، يعني مسألة التوصيل، التنصيب، الكادر الفني يتواصل أبعد نقطة. والمنتج مالنا قلت لك أغلبية المنتجات اللي تكون عندنا متواجدة هنا هي تركية المنشأ وبيها ضمانات. يبقى باختصاص مثلا أقرب شيء عندك مثلا مسألة الكراسي، الكراسي أنت تدري بها، أكو ناس أوزانهم يعني ما شاء الله متعافين، فيفضل بأن يستخدمون كراسي شوية عالية جودة، مسألة الضمان مالتها، مسألة السفنج مالها، الراحة مالتها، الارتكاز مالها، الثقل تتحمل أوزان ثقيلة. وعندني أمور مكتبية خفيفة اللي هي سنبلات يعني سنابل، وعندي سلمات، يعني شغلات مكتبية مرتبة. زين، هندسة اختيار الديكور تعرف هذا فن، يعني ما يجي ده أي شخص. يعني اليوم أنت الزبون من يجيك، يعني تواجه إنه مثلاً إنه يجوك زبائن ما عندهم مؤوليات بالموضوع، فيعني يطلبون استشارة من عندك، فأنت اليوم كصاحب معرض بيع على الأثاث المكتبي يعني تقدم لهم هاي النصيحة؟ إحنا بالنسبة لنا أول ما نستقبل الزبون راح يكون عنده فد مخيلة بباله راح يطرحها علينا. احنا اول ما راح يطرح المخيلة اللي هي موجودة عنده، اول ما راح نبلش وياه بالنسبة انك الموقع الحالي اللي هو تواجد عنده، راح نسأل بخصوص المساحة. يعني هو راح يجي مثلا على سيت معين، السيت المعين احنا راسا راح نسأله على مسألة المساحة، طول العرض، الأمور، الديكورات، المداخل مالتها، النوافذ اللي موجودة بالموقع الحالي. الغاية من عندها احنا يكون عندنا المام بالموضوع، الغاية من عندها احنا نوصل له الفكرة بصورة صحيحة على مود من ينقل مثلا الأثاث ويتنصب عنده ما يصير عنده تلكؤ أو خربطة بخصوص هذا الموضوع. نضمن أول شيء القياسات، ثاني شيء الديكور اللي هو مشتغله، احنا هذا أساس
التعاملات اللي احنا نتعاملها. اول ما يجي يطرح الفكره هو الغايه من عندها احنا نشتغل الديزاين اللي هو مشتغلها الديكورات الالوان على مود نعرف احنا شنو اللي ندخله او ننسقه ضمن الديكور والواقع اللي موجود منها، حتى ما يصير عندنا في التضارب عنده او فد امور يعني تصير شلون احنا نقول تنشز عنده. الغايه من عندها احنا يكون اكو فد رقبه الاختيار وانسجام بالتناسق. الغايه من عندها احنا ان شاء الله نكون بارزين بتعاملنا ويا الزبون. الاسعار اكيد حسب الجوده يعني، يعني يكون هنالك مثلا تفاوت بالاسعار مثلا أكيد. حسب نوع الخشب المستخدم به اكيد انت لازم يكون عندك تفاوت. التفاوت راح يكون احنا مساله القياسات، يعني القياسات راح تفاوت. مثلا اكو سيتات 3 متر، اكو سيتات متكامله يعني تجي متكامله هي وملحقاتها، مثلا سيت القنفات، سيت الكراسي، المداوله، المدير، الامور هاي الثانويه كلها. فاحنا بالنسبه انه يصير عندنا تفاوت تدري انت الجوده هنا الجودة المطلوبة عندك، أكو شيء يعني مناسب، أكو شيء راقي، أكو شيء يعني إحنا شلون نقول عليه بالتداول جماليات جماليات وشيء الأمور الغاية من عندها يكون أكو فد انسيابية بالسيتات. عندك شيء يعني يتراوح من شيء بسيط وشيء أبسط وشيء أعلى، فلازم يكون اكو عندنا فتره ديزاين والجوده. ايوه حسب اختيار الزبون، يعني يجيك زبون الديزاين اللي يطلبها يطلبها متوسطه، اكو زبون يجي يريد فد شيء هاي، اكو شيء يريده كلاسيك. اليوم مثلا دا نشوف طاولات كراسي ذني اضافيات تضيفون ذني وياهم. احنا عندنا اغلبيه السيتات اللي تجي السيتات المكتبيه تجي مثلا وياها مثلا طاوله واحده او طاولتين او طاوله وسطيه وجوانب احنا نسميها يعني مفردات جانبيه. فهذني الأغلبية حسب نوع السيت، أكو سيت يجي مثلا بطاولة واحدة، أكو بطاولتين، أكو طاولة وسطية وجوانب يكون عندها. الكراسي مع المداولة يعني هن أكو حسب طلب الزبون، يعني مثلا أنا أقدر أوفر له بس أثاث المكتبي كأثاث مكتبي ميزة وطاولة ومكتبة وملحق جانبي، وأكو لا عندي سيت متكامل مثل حضرتك هسه هذا اللي انت تشاهده هذني المقابيل حضرتك، هذن أغلبيتهن يجي سيتات متكاملة اللي هو يتكون من 8 مقعد طخم وعندي كرسيين مداوله وكرسي مدير والاثاث المكتبي. شكرا لك اخ عزيز، اهلا وسهلا. شرف ولا حلوه عرفنا من خلال على انواع الاثاث المكتبي. اهلا وسهلا مرحبا، شرفنا بكم يا نعم. اعزائي المشاهدين مثل ما تعرفنا بفقرتنا لهذا اليوم على انواع الاثاث المكتبي، وما شاء الله الاخ ما قصر ويانا، اكيد اقدم لكم تحياتي وتحيات كادر العمل. انا محدثكم علي حيدر، الى اللقاء.